السلام عليكم، بيانفوني دون ما شان أم المطبخ. اليوم حبيت نديركم في لاشان ديالي كيفاش نديرو القرنون، كيفاش نطيبو القرنون وناكلوه بلا صوص. دونك حبيت نوريكم لا ميثود ديالي ديريكتومون. انا بزوان تاع القرنون هاوليك، انا بزوان السيترون تاني، انا بزوان الملح، اي انا بزوان الماء directement بلا ما نطول عليكم. كيفاش نبدا بلا ميثود تاعي؟ جو برون القرنون هاوليك، نحيلو كاع هادو فاسيلمون. شوفوا نحي كاع هادو، فوالا نحي لي بروميير وناخد القدرة تاعي ندير عليها الماء، ما بارد، نزيد عليه قارص، نص تاع قرصة هاذيك، ونبدا ندخل القرنون ديالي. شوفوا نزيد لكم لا دوزيام وتاني الملح. قبل ما ندير القرنون ديالي بيان سور ندير عليه هكدا اون بون كونتيتي تاع الملح في الماء باش نبدا ندخل القرنون ديالي. نزيد لكم لا دوزيام كيما قلت لكم، نحيو كاع هذا لي بروميير هذه باش تجيني كي ندخلو الاخرى هاوليك. هنا نزيد لا دوزيام هنايا، نكمل لا تخوازيام باش نوريكم كيفاش نحطو صفوق الماء. فوالا قشرت لي بور هذوك تاع القرنون ديالي. شوفوا كيفاش دخلتو، درتلو شويه تاع القارص، نزيد له الماء هاولي، لازم يكون او ميم نيفو تاع القرنون باش تدخلو يدخلو طياب ديريكتومون، وندير عليه لقطة ونديرو فوق النار بوندون هكداك نص ساعه، مع نوريكم كيفاش ناكلو بلا صوص. ا توتال دونك فوالا، هاوليك القرنون تاعي سي بون طيبو. هاوليك شوفوا كيفاش جاب القارص، ما كانش لي طاش، حالو كاع نوار هذاك. دونك نوريكم كيفاش نديرو لا صوص ديالو. اون ا بوزوان دان سيترون هاوليك مع زيت الزيتون والملح، شويه تاع الثوم هاوليك، نعصر القارص ديالي بس كدري بالثوم. فوالا دونك جينيرالمون ندير شويه تاع القارص هاهو، نزيد عليه زيت نزيد عليه الثوم شويه برك، ندير نص ما نديرهاش هكا. هنا ندير عليه شويه تاع الملح، هنا ندير عليه البصله، ها ندير عليه زيت الزيتون نورمالمون نص كاس حبه تاع القارص، نص كاس جينيرالمون لا ريك تقول بلي اون كويير تاع السيترون، دير عليه دو كويير ودمي تاع زيت الزيتون تاع الزيت. دونك هاوليك هاوليك لاصوص ديالي، بالطبع مليحة. دوكا نجي للقرنون ديالي، نكوب هكدا هاوي، فوالا ونحطوهم هنايا. جو كوب لا دوزيام، il est très très bon pour la santé, profitez de les moments هذا راه رخيص، لازم تعطيو لولادكم. دونك هاوليك
ندير عليه لا فينيغات، زيت الزيتون و لودوغ نتاعو جبوتيكا باش يشرب شوية. نكمل كلش نوريهولكم على قطن بصحة التقديم. كاوليك في الأخير القرنون ديالي طاب تخي تخي بيان، زوقتو شوية بالبصل هاوليك معدنوس، درتلو هكدا وحدة تاع الزيتون بلا طوماط، نزيد عليه لاصوص هاوليك لاصوص ديالي بالقارص وزيت الزيتون نبدو نديرلو هكدا شوية باش يتشرب. فوالا قدتو هكذا بوغ اتيغي لي زونفون باش ياكلو، جلي اكومباني مع الكسرة اغروم الطاجين. دونك ما نقولكم الا على بروشان فيديو ان شاء الله. لما فهمتو حاجة كتبولي في لي كومونتير تاعهم. على بروشان فيديو، عليه على خير، اونفوار.